بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من الأبطال. في البداية طبعا بحب أترحم على شهدائنا، وإن لله وإن إليه راجعون، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ربنا يرحم شهدائنا ويصبر أهليهم، ويا رب يحفظ مصر وشعبها وجيشها وشرطتها ويحفظها من كل شر يا رب العالمين. كل سنة وحضراتكم طيبين. دي أول حلقة لينا في الأبطال بعد شهر رمضان الفضيل. خليني أقول لحضراتكم أفكركم، برنامجنا بيبقى عبارة عن فقرة في النص في الأول من حلقتنا، بيبقى مجموعة من الأخبار وتعليقنا عليها، والنص الثاني بيكون فقرة حوارية. الحقيقة الموسم خلاص انتهى في أغلب الألعاب، يمكن فاضل بعض الألعاب اللي لسه بتلعب زي كرة اليد بتلعب خارج مصر، كرة الطائرة بيلعبوا خارج مصر رجال وسيدات، وأيضا كرة السلة بتلعب هنا في مصر فاينل سوبر. فخلاص يعني يمكن الناشئين تقريبا بالكامل والناشئات خلصوا. قطاع كرة الطائرة دايما بيكون في الميعاد، كرة الطائرة يعني رجال الحقيقة وسيدات دايما بيكونوا في الميعاد سواء ناشئين أو ناشئات. النهاردة معانا أبطال الجمهورية تحت 17 سنة للناشئين، فريق حصد بطولة المنطقة وأيضا بطولة الجمهورية بدون ولا هزيمة. فريق في مجموعة كبيرة جدا من اللاعبين، حتى في لاعبين بيتصعدوا فريق 19 وبيشاركوا معهم بشكل منتظم وأساسي. الفريق ده نجح زي ما قلت لحضراتكم الفوز ببطولة المنطقة بدون ولا هزيمة، وراح الجمهورية أيضا فاز بيها بولا هزيمة. قابلته بعض الصعاب في بطولة الجمهورية، كان في 4 لعيبة مصابين خاصة بعد مباراة وادي دجلة أكتوبر اللي اتلعبت في بداية بطولة الجمهورية، ولكن استطاعوا بفضل الله ان هم يحسموا البطولة. كان لازم يكونوا معانا، يمكن دي أول حلقة بعد شهر رمضان، لأن فريق فعلا يستحق الإشادة. هيكون معانا كابتن نادي النبيل المدير الفني للفريق، وأيضا اللاعب أنس حاتم، واللاعب محمد ياسر، واللاعب حازم إيهاب. الأربعة هيكونوا معانا إن شاء الله عشان نتكلم معاهم عن كل طموحاتهم ونحتفل معاهم بالفوز بإذن الرحمن. هنروح لحلقتنا ونروح لأخبارنا. يمكن حضراتكم متابعين فريق كرة اليد الرجال خاصة بعد الفوز بالسوبر الأفريقي بعد على حساب نادي الزمالك، والحقيقة البطولة دي كانت غايبة بقالها كتير عن النادي الأهلي. خلصوا البطولة يومين راحة ما ريحوش، ولكن يعني اتمرنوا على فترتين وبدأوا مباريات أبطال الكؤوس. كان النهاردة يمكن المباراة الثانية والفوز الثاني للفريق، استطاع الفوز طبعا على فريق بوسكو الإيفواري، فريق كوت ديفوار استطاع أن يفوز في ثاني لقاءاته بنتيجة 8 لا بنتيجة كام يا جماعة النتيجة 36-17. الفوز الثاني، الفوز الأولاني كان على حساب فريق كريكوس الأثيوبي بنتيجة 48-19. يمكن الفريق ماشي بشكل جيد، يعني بفضل الله نطلع أول مجموعتنا. لو ربنا كرمنا الحمد لله وطلعنا اول مجموعتنا، هيكون سكتنا باذن الله اكيد اريح بكتير، ومن المنتظر ومن اللي احنا شفناه بشكل كبير هيكون يعني ان شاء الله فريقنا في صداره المجموعه. كل فرق البطوله ضمنوا الصعود لدور الثمانيه بعد سلسله الاعتذارات المتكرره من الفرق اللي هتشارك في النسخه دي. ودلوقتي بنلعب المباريات دي عشان نحدد هنلعب مع مين في ربع النهائي باذن الله، وباذن الله هنبقى اول مجموعتنا زي ما قلت لحضراتكم، ونروح نلاعب رابع المجموعه الثانيه واللي فيها نادي الزمالك. هي غالبا الدنيا هتبقى رايحه على فاينل مع نادي الزمالك، نتمنى ان شاء الله هذه البطوله اهلاويه، وان شاء الله يرجعوا بالسوبر وكاس الكؤوس في انجاز، يعني يمكن لتاني مره يكون تحقق على يد النادي الاهلي. النادي الاهلي يمكن حقق هذا الانجاز من قبل في 2017، استطاع انه يحصد اللقبين. نتمنى ان شاء الله النهارده بعد 5 سنوات انه يحصد اللقبين، وان شاء الله يبقى مشاركته في بطوله كاس العالم للانديه بطوله موفقه. الحقيقه الرجال اللعيبه كانوا رجاله وكانوا على قدر المسؤوليه، خاصة في ماتش السوبر. يمكن ماتش السوبر شاهد تفوق نادي الزمالك في الشوط الأولاني، ويعني في منتصف الشوط أيضا، يمكن في النهاية استطاع الفريق أن يكون عند الميعاد ويلعبوا برجولة ويعوضوا فرق هدفين ونطلع فايزين هذا اللقاء بفرق هدف. إن شاء الله نتمنى لهم الفوز ويرجعوا لنا بالكأسين زي ما قلت لحضراتكم. خلينا نطلع فاصل عزيزينا المشاهدين ونرجع نكمل أخبارنا، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن حضراتكم تابعتوا على شاشه قناه النادي الاهلي امبارح مباراه كره السله الثانيه في نهائي دوري السوبر، واللي انتهت بفوز النادي الاهلي على نادي الاتحاد ليصحح النتيجه لتبقى التعادل في المباريات 1-1. يمكن احنا زعنا المباراتين، يوم الاحد كانت المباراه الاولى والنادي الاهلي تلقى الهزيمه الاولى، يمكن المباراه الثانيه كانت امس، والحمد لله اصبحت النتيجه 1-1. دي لقطات من مباراه امس. يمكن النادي الاهلي امبارح الجميل في المكسب انه مكسب واداء حلو، يعني المباراه كان فيها اداء حلو خاصه في الشوط الثالث. الشوط الثالث احنا عملنا يعني شوط رائع الحقيقه. طبعا بكره المباراه الثالثه
احنا كده اللي يكسب مباراتين من الثلاثة الباقيين يفوز. نتمناهم ان شاء الله النادي الاهلي يكسب مباراة بكرة ويكسب مباراة يعني اليومين اللي بعديه او المباراة الرابعة. لو حصل وفزنا فيهم يبقى ان شاء الله نحصل على كأس السوبر. المباراة الرابعة هتبقى يوم السبت بإذن الرحمن، المباراة الرابعة هتكون يوم السبت، ولكن للأسف النادي الأهلي عنده أربع إصابات. يعني إصابات النادي الأهلي يمكن في المباراتين كانت كتيرة شوية، يمكن عمرو زهران امبارح تلقى كدمة قوية في السمانة، الحمد لله ركبته وما فيهاش حاجة، وأحمد إسماعيل أيضا مصاب وما لعبش المباراتين اللي فاتوا، عندنا أبو نصر لعب المباراة الأولى والمباراة الثانية ما لعبهاش، وعندنا عبد الله ناصر لعب المباراة الأولى وأيضا المباراة الثانية ما لعبهاش. الحقيقه اللي عاجبني في مستر اجوستي بوش يا جماعه انه يعني بيقدر يستوعب صدمات غياب اللاعبين. كنا السنين اللي فاتت بامانه بكل امانه مع كامل الاحترام لكل المدربين والمديرين الفنيين اللي مسكوا، لكن انا بحلل الاداء الفريق لما كان يعني بيبقى غايب منه عنصر او اتنين كنا بنحس ان في ازمه. النهارده مستر اجوستي بوش الحقيقه بيقدر يعمل روتيشن كويس جدا، بيقدر يجهز اللعيبه الصغيرين، بيقدر حتى اللعيب اللي بيغلط بيسيبه في الملعب فبيحتاج له بعد كده بيلاقيه. الحقيقه هو قائد بمعنى الكلمه، ربنا يا رب يعني يكرمهم ويقدروا يفوزوا بكره. ليه؟ فوز بكره مهم في حاجه، او فوز البطوله دي مهم في حاجه، ان احنا نقدر نلعب بطوله افريقيا اللي هي غايبه عننا من 2016، خدناها ديسمبر 2016 كان اخر لقب لينا في بطوله افريقيا، ولكن النادي الاهلي يستحق، النادي الاهلي يستحق يكون مع عظماء القاره وعظماء العالم، لان ان شاء الله الفريق ده جيل محترم وجيل يستحق ان هو يعني يفوز بكل البطولات. خلي بالكم الفريق ده فاز السنه دي باربع بطولات، اربع بطولات كانوا دخلهم، يمكن بدايتها بطوله القاهره، بعد كده رحنا البطوله العربيه الحمد لله توجنا بيها، بعد كده رحنا على دوري المرتبط، وبعد كده كاس مصر اخر بطوله. الحقيقه جيل ممتاز، ربنا يوفقهم ويحميهم من الاصابات، وان شاء الله احنا نطمن على اللعيبه دي. وبالمناسبه احنا ما بنقدرش نعرف مين هيلعب ومين ما هيلعبش الا يمكن بكره النهارده، حتى لو حاولنا نعرف معلومه محدش هيقول لنا. ليه محدش هيقول لنا؟ لان محدش عارف، ممكن بكره الصبح ممكن لعيب بكره يقوم كويس. انتوا عارفين طبعا من وقت للتاني الجهاز الطبي بيقدر يجهز اللاعبين. هنروح لخبر تاني ليه علاقه بكره السله سيدات. يمكن في لائحه اتحاد السله ان انت لازم تختار اي لاعب قبل ما ينتهي عقدك معاه او قبل بدايه الموسم، انا اسف، بفتره كافيه، عشان لو عايز شهرين ثلاثه او شهرين او ثلاثه تقريبا على ما اتذكر، ثلاث شهور تقريبا، لو انت عايز مش عايز اللاعب تختاره عشان يقدر يدور على فرقه اخرى او نادي ينضم ليه، وده نوع من انواع احترام الكارير بتاع اللاعب يعني. فالنادي الاهلي وجه الشكر لخمس لاعبات من فريق كره السله اللي هم مين؟ جنى مصطفى وحبيب حاتم وهاجر علي وهاله علي وايه الفقي. بنتمنى لهم كل التوفيق الحقيقه، لانه ادوا اداء مع النادي الاهلي بكل رجوله، ما قصروش، عملوا اللي عليهم. يمكن الموسم ده كان موسم مش سعيد الحظ معانا، يعني خسرنا يمكن دوري سوبر وايضا خسرنا الكاس وخسرنا سوبر مصر، يعني دوري كاس السوبر مش احسن موسم بالنسبه لنا، ولكن عندنا ثقه ان شاء الله في كابتن طارق خيري المدير الفني انه يعني يقدر يبني فريق يخوض بيه الدوري السنه الجايه ويقدر يحصد بيه البطولات. يمكن في صفقات جايه في الطريق وهنسمع عنها قريبا وهنعلن عنها فور اعلان النادي الاهلي عنها. يمكن احنا وسط الباسكت وسط صغير ونقدر نعرف منه كل حاجه، ولكن النادي الاهلي عودنا كالعاده لا نعلن عن صفقه الا بعد ان يعلن عنها النادي الاهلي نفسه. طيب هنروح للكره الطائره رجال. انتوا عارفين حضراتكم كره الطائره رجال بيلعبوا دلوقتي البطوله العربيه، البطوله الافريقيه في تونس، ولعبوا مباراتين وتصدروا المجموعه. الحقيقه ما شاء الله ماشيين بخطه ثابته، ولكن الاتحاد الافريقي عمل حاجه غريبه جدا. الاتحاد الافريقي بعد ما اعلن عن القرعه وقال لك الاول هيلاعب الثاني وده يبقى دور اربع مجاميع، الاول يلعب الثاني نخش على دور الثمانيه على طول، قال لك لا، طلع بقرار يعني مفاجئ. وانا يعني الحقيقه في حاجات كده الواحد ما بيلاقيهاش، يعني مش لاقي لها تفسير، ازاي بطوله شغاله وازاي غير نظام البطوله شغاله. الحقيقه انا ما بشوفش ده في يعني في قرارات كبيره او اتحادات كبرى، ما بشوفش ده. فغير نظام البطوله وخلى الاول يلاقي كل الفرق تتاهل لدور ال 16، الاول يلاعب الرابع من كل مجموعه عشان يزود دور، وهو دور ال 16، بعد كده يخش على دور الثمانيه، دور الاربعه، دور النهائي. الحقيقه يعني ما فيش مشكله. طب ماتشنا الاول كان مع مين؟ ماتشنا الاول كان مع فريق الاولمبي القليبي التونسي، وفزنا احنا فريقنا ونادي الاهلي بقياده الكابتن محمد مصلح حميد وفاز 3-0 الفريق. وجه الماتش الثاني كان النهارده اللي خلص منذ لحظات او منذ شويه يعني مش كبيره، فاب الكاميروني، وقدرنا نفوز 3-0 على فاب الكاميروني. الحقيقه نتيجه جيده بتبين الفريق يعني
بحاله جيده. وخليني اقول لحضراتكم انه الجد يعني الجد هيبان في دور الثمانيه. يمكن ان شاء الله احنا اول مجموعتنا باذن الله مرتاح، هنخش بعد كده على دور 16 هنلاعب رابع المجاميع، فاذا هيبقى مباراه سهله، هتبقى الجد الجد في دور الثمانيه. كل التوفيق لكابتن محمد مصلحي، ويمكن كمان يعني لو قلنا نبقى دقيقين مع حضراتكم هيبقى من السيمي فاينل. يعني يمكن احنا يعني الكره الطائره يمكن هو النادي الاهلي يمكن احسن من احسن الفرق المشاركه، ولكن الجد او المباريات الصعبه تبان في قبل النهائي ثم النهائي، وغالبا هيكون النهائي على توقعي الاهلي والترجي غالبا. الترجي عامل فرقه كويسه جايب اجانب، ولكن احنا كلنا ثقه في الماسترز، ماسترز الكره الطائره رجال. بالنسبه للكره الطائره سيدات عندهم نفس البطوله، ولكن دي هتتلعب من 19 مايو وحتى 1 يونيو. الفريق بيستعد؟ اه بيستعد. كابتن حمدي الصافي صرح لنا وقال انه بيستعد بالفريق وانه بيجهزهم وبيرفع الحمل التدريبي. دي صوره طبعا لكابتن حمدي الصافي واللاعبات في مجمع الدكتور حسن مصطفى خلال الموسم، ومركز بشكل كبير على رفع الاحمال، لانه طبعا دلوقتي وانت لسه على البطوله بدري، لسه على البطوله احنا بنتكلم يوم 19، بنتكلم كمان 8 ايام، احنا بنتكلم على يعني وقت كافي ان انت توصل لمرحله الاستعداد لهذه البطوله. بطوله مهمه، محتاجين اللقب، فريقنا من اكبر فريق حصل على هذه البطوله افريقيا، نتمنى باذن الله انها يعني الرجال ترجع بالكاس وايضا السيدات ترجع بالكاس، ويبقى يعني ختامه مسك لكلا الفريقين سواء الرجال او السيدات. طيب عندنا خبر يعني لسه جاي لنا دلوقتي حالا، الاهلي يطلب من الاتحاد المصري تصعيد ازمه ملعب نهائي دوري الابطال لفيفا. أرسل النادي الأهلي خطابا اليوم إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه تصعيد أزمة ملعب المباراة النهائية لدوري الأبطال إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم لتقام المباراة المشار إليها في ملعب محايد بعيدا على الفرق الأربعة التي تتبارى حاليا في إياب الدور قبل النهائي للبطولة. يأتي ذلك ردا على قرار كاف الذي صدر مؤخرا باختيار ملعب بعينه يستضيف هذا الحدث للعام الثاني على التوالي، وهو ما لم يحدث من جانب أي اتحاد قاري من قبل، لا سيما وان القرار صدر في توقيت متاخر للغايه، وبعدما تقلص عدد الفرق المتنافسه الى 4 فرق فقط، وبات ذلك القرار يخدم نادينا ناديا بعينه، يعني القرار ده يخدم ناديا بعينه، والذي سوف يخوض من المباراه النهائيه حال تاهله على ملعبه وسط جماهيره. زي ما عودنا النادي الاهلي ما بيسيبش حقه، النادي الاهلي بياخد كل الطرق الشرعيه وكل الطرق القانونيه للحفاظ على حقه. يمكن موضوع ازمه الملعب ده احنا الاتحاد او النادي الاهلي لا يستطيع ان يخاطب فيفا مباشره، ولكن لازم من خلال الاتحاد المصري. الاتحادات الدوليه لا تخاطب انديه ولكن تخاطب اتحادات اهليه، فاذا النادي الاهلي خد الطريق الشرعي وهو مخاطبه الاتحاد المصري لكره القدم، عشان الاتحاد المصري بدوره يخاطب الاتحاد الدولي، واكيد واحنا كلنا ثقه ان الاتحاد المصري هيكون معانا وسبورت قوي جدا للنادي الاهلي، لان النادي الاهلي بيمثل هنا مصر كلها، والنادي الاهلي في حال فوزه بهذه البطوله سيكون اول نادي افريقي يفوز بهذه البطوله 3 مرات متتاليه، فاذا هو حدث وانجاز كبير، النادي الاهلي بيدافع عنه بكل ما اوتي من قوه، وكما عهدنا على مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب انه لا يترك حق النادي الاهلي في اي مكان وفي اي زمان، واللعيبه مركزه في الملعب تلعب ان شاء الله اياب البطوله يوم السبت القادم في قبل النهائي، ولكن مجلس ادارته بيحارب هنا عشان الطريق او الخطوه التاليه ان شاء الله تكون محاطه بكل يعني اسباب النجاح. ما ينفعش يبقى في فرقه يعني هتوصل فاينل، احنا شفنا حتى في بطوله اوروبا ما فيش حاجه اسمها الفاينل بتاع الشامبيون ليج يتلعب في اي يعني ملعب من الفريقين او اي بلد من الفريقين المتاهلين. ده في اوقات يعني بيحصل ان فريق بيبقى محدد الملعب منذ البدايه، وبعد كده فريق يتأهل من هذه البلد بيتم تغيير على طول الملعب في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. إزاي هنا أنت مصر والقرار طلع متأخر عشان يتلعب في المغرب؟ إذن النادي الأهلي كما عهدناه بيتخذ كل الطرق الشرعية عشان الحفاظ على حقوق فريقه، وإن شاء الله كلنا ثقة، لعبنا هنا لعبنا هناك لعبنا في أي مكان، عندنا فريق رجالة، عندنا فريق بيستطيع أنه يلعب خارج ملعبه كمان أحسن من ملعبه، ولكن أنت بتاخد كل سبل النجاح والباقي وكل شيء على الله سبحانه وتعالى. وبالظبط يعني يمكن حتى حصولنا على 4 ألقاب خارج ملعبنا يعني من 10 ألقاب بتوعنا ده أكبر دليل، يعني 4 ألقاب احنا يعني العشرة احنا خدنا 10 كؤوس أفريقيا، خدنا منهم 4 بره ملعبنا،
فلكم ان تتخيلوا ان 40% من البطولات انت خدتها بره ملعبك، فلو ده بيدل فبيدل على صلابه وقوه النادي الاهلي. ومش كده بس كمان، لا ده بيدل على ان الفرقه بتستطيع تلعب بره زي بتلعب جوه. فمعدن اللعيبه نثق فيه، ونثق في مجلس اداره النادي الاهلي، ونثق في شخصيه ومعادن اللاعبين. كلنا ثقه، عمرنا ان شاء الله باذن الله ما هنفرط في هذا الحلم، حلم حتى الحقيقه شخصي ليا انا، ان احنا نحقق. النادي الاهلي دايما بيكسر ارقامه وبيحطم يعني الريكوردز اللي عملها على مدار التاريخ. هو بينافس نفسه وبينافس انجازاته على المستوى القاري والمستوى الدولي والمستوى المحلي. فالنادي الاهلي النهارده في صدد رقم كبير مش هنفرط فيه، رقم جديد وعظيم النادي الاهلي باذن الله مش هيفرط فيه. واحنا الحقيقه بنحيي مجلس اداره النادي الاهلي اللي هو يعني مصر، وكل يوم بنلاقي خطوه للحفاظ على حقوق الفريق ويوفر له كل اسباب وسبل النجاح. طيب احنا خلصنا خبر الكره الطائره، وهنروح لخبر يخص العاب القوى. تعرفين طبعا لعبنا الكبير رامي الرمح ايهاب عبد الرحمن، واللي مر بظروف كتير صعبه الحقيقه. يعني ايهاب عبد الرحمن من اللعيبه اللي بتفايد بشكل لا تتخيلوه، لعيب مقاتل من العيار الاول، تحدى الاصابه، تحدى الايقاف الدولي، تحدى كل شيء. النهارده ايهاب عبد الرحمن يتوج بذهبيه رامي الرمح في الدوري الذهبي لالعاب القوى بكينيا. الف مليون مبروك يا ايهاب، يعني ربنا يكرمك ويوفقك. انت كان عندك حلم في بطوله الاولمبيات اللي فاتت واستضفناك ما توفقتش فيه، بس باذن الله ربنا هيعوضك تعويض كبير. ايهاب عبد الرحمن لاعب منتخبنا الوطني لالعاب القوى ونجم النادي الاهلي، حقق الميداليه الذهبيه في بطوله الدوري الذهبي واللي اتلعبت منذ ايام في العاصمه الكينيه نيروبي. ايهاب حقق الميداليه الذهب دي بعد ما كان سجل رقم 83 متر 79 سنتي، وتفوق على بطل العالم الكيني جوليس يوجو واللي جه في المركز الثاني برميه 79-59 متر، وجه الجنوبي افريقي يوهان في المركز الثالث بعد ما حقق 79 متر و11 سنتي. نجم الاهلي كان شارك في الاولمبياد زي ما قلت لحضراتكم الاخيره، كان كله امل وطموح انه يقدر يحقق ميداليه، ولكن يعني هو رجع واستعد في حوالي شهر، فكان صعب جدا يحقق ميداليه. وعايز اقول لحضراتكم كمان ان ايهاب عبد الرحمن عنده امل وعنده طموح متمسك بيه وهو ميداليه اولمبيه. طب احنا بعيد عن ده؟ لا، البطوله او الاولمبيات القادمه 2024 هتبقى في فرنسا، الموضوع الحلم مش بعيد، سنتين هنغمض ونفتح هنلاقي نفسنا في بطوله الاولمبيات. وكمان الجميل هنا انه قدر يتغلب على بطل العالم، يعني هو ما كسبش البطوله دي في غياب ابطال العالم، لا هو طلع اول على بطل العالم. طيب هنطلع لفاصل سريع اعزائي المشاهدين ونرجع نكمل اخبارنا، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين معاكم اخبارنا المحليه. الحقيقه في اخبار كده انا على المستوى الشخصي بحب اسمعها لما بلاقيها قدامي او بلاقيها يعني واقع بتسعدني جدا. حاجه من اتنين، يا مصر بتاخد ميداليه على مستوى المنتخبات، ودي حاجه بتسعدني جدا جدا جدا، لانه انا شايف ان مصر في الرياضه تستحق ان هي تكون يعني في المقدمه دائما ابدا. واحد الاخبار اللي دايما بسمعها بتسعدني هو استضافه مصر لحدث عالمي كبير، لان ده بيعرف العالم احنا فين، وبلدنا فين، وبلدنا بقت فين. من ضمن الاخبار دي الحقيقه تخص السلاح، اتحاد السلاح برئاسه عبد المنعم الحسيني او كابتن عبد المنعم الحسيني من احد انجح الاتحادات على الاطلاق. على الاطلاق، يعني اتحاد عامل شغل جامد، ده طبعا صوره للكابتن عبد المنعم الحسيني احد انجح رؤساء الاتحادات في الوقت الحالي. انا بقول الكلام ده وعارف انا بقول ايه، بجد كادر اداري يعني ما شاء الله عليه، ربنا يحفظه. يوليو القادم مقبل مصر هتستضيف بطوله العالم للسلاح. الاتحاد المصري للسلاح برئاسه عبد المنعم الحسيني اعلن فوز مصر بشرف استضافه بطوله العالم واللي هتستضيفها القاهره شهر 7 اللي جاي باذن الله. وقال الحسيني ان مصر هتستضيف البطوله في الفتره من 15 لحد 23 يوليو اللي جاي على مجمع صالات استاد القاهره الدولي في مدينه نصر. واكد ان في لجنه من الاتحاد الدولي للعبه وصلت مصر امبارح، وقاعدين لحد بكره كمان عشان تشوف اماكن الاقامه للفرق وتشوف اخر الاستعدادات للبطوله. وكمل الحسيني ان البطوله من المتوقع ان يشارك فيها ما يقارب من 100 دوله. سامعين يا جماعه؟ 100 دوله فعلا. يعني هاتوا لي الصوره دي تاني، يعني كابتن عبد المنعم بيقول اوكي كده وبيرفع، يعني بجد خبر كده، يعني النهارده 100 دوله، 100 دوله سلاح من اكبر الالعاب المنتشره على مستوى العالم، واللي يعني الدول الكبيره فيها هي الدول المتقدمه في الرياضه بصفه عامه. امريكا، فرنسا، اسبانيا، الصين، يعني دول ايطاليا، الدول المتقدمه في الرياضه على مستوى العالم هم يعني عندهم السلاح. فلما يقول من المتوقع وصول 100 دوله ده رقم كبير جدا.
طبعا، بس كلنا ثقه في ان مصر هتقدر تستضيف. عندنا بنيه تحتيه من الملاعب يعني غير مسبوقه، عندنا بنيه تحتيه من مقرات الاقامه الاوتيلات، احنا دوله سياحيه نستطيع ان نستضيف اي عدد من اللاعبين. عندنا كوادر اداريه تقدر تدير البطوله بشكل كبير، عندنا كوادر فنيه في كل شيء. فاذا خبر الحقيقه لازم يسعدني، اتحاد السلاح نجح في تنظيم بطولتين كبار في مصر مع بدايه السنه دي. نظم بطوله كاس العالم في اخر شهر 2، يعني دي مش اول تجربه، في تجربتين ناجحين، وبناء عليه الاتحاد الدولي اسند البطوله القادمه في شهر 7 للاتحاد المصري. وكمان نظم بطوله الجائزه الكبرى منذ ايام، وتحديدا كانت في شهر 3 في شهر رمضان اللي فات، بالرغم من ضيق الوقت، لان الاتحاد الدولي بلغهم بالموافقه على استضافه مصر البطوله قبلها ب 36 يوم. يعني شوف الثقه وصلت فين، الثقه وصلت ان انا لما بتزنق بسند على مصر، ودايما ده يعني الخبر ده يحمل الكثير. الجميل بقى في السلاح مش انت بتنظم حدث كبير، لا، احنا عندنا ابطال عالم دلوقتي، وهو ده قمه النجاح، قمه النجاح اداريه وقمه نجاح فنيه. لما بتنجح في الاثنين تعظيم سلام، انت كده يعني حاطط مصر في المقدمه، ولازم تكون اول خبر معانا في الاخبار المحليه. ليه؟ لان احنا كلنا بنعمل ده، كلنا بنعمل اللي احنا بنعمله في المحل ده عشان نطلع نحط اسم مصر قدام. فلما حد بينجح يحط اسم مصر قدام لازم كلنا نجل ونحترم ونقف وراه. ربنا يعينك يا كابتن عبد المنعم، انت من الشخصيات المحترمه والناجحه، وكلنا في ظهرك باذن الله، انت وكل لاعيبه المنتخب اكيد، ولاعيبه المنتخب او لاعبات المنتخبات. من ضمن برضو الاخبار الحقيقه الجيده اللي دايما بنبقى معانا، الكوادر المصريه اللي بتمسك مناصب في الهيئات الرياضيه القاريه والاقليميه والعالميه. ليه ده بيساعدك برضو؟ لان مصر كمان الكوادر دي بتطلع بتاخد خبرات، الكوادر دي بتطلع على يعني على الاقل لو ما ساعدتش مصر، مصر بتبقى جوه قلب الاحداث، جوه قلب مطبخ اللي بيعد القرارات في هذه المنظمات او الهيئات. شهاب يحيى نائبا لرئيس الاتحاد العربي للريشه الطائره. كابتن شهاب يحيى عضو مجلس اداره الاتحاد المصري للريشه الطائره نجح في الفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي في الانتخابات اللي اتعملت منذ ايام عن طريق الفيديو كونفرنس. كابتن هشام فاز بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي عن قاره افريقيا بالتزكيه. وقال بعد فوزه بالمنصب ان ده انه عنده افكار كتير علشان يقدر يطور اللعبه في الفتره اللي جايه، وان عنده برنامج طموح هيحاول انه يطبقه ويفيد بيه المنتخبات المصريه ويقدر يستضيف بطولات عربيه على ارض مصر في الفتره اللي جايه. وكمان اكد انه بيشكر زمايله في الاتحاد المصري على وقوفهم جنبه بشكل كبير في الانتخابات اللي حصلت، وانهم بيشتغلوا بروح العائله الواحده عشان يقدروا يفيدوا المنتخبات المصريه على صعيد كل المستويات والفئات العمريه. وخليني اقول لكم ان الريشه الطائره الحقيقه من الاتحادات ايضا يعني يمكن رايحين للانجاز، هم دلوقتي بيشتغلوا، يمكن شاركوا في الاولمبياد اللي فاتت، ما حققناش انجاز، ولكن كان مشاركتنا في الاولمبياد في حد ذاتها كانت انجاز. بعد كده بدانا نشارك في بطولات العالم، في الدوري العالمي، في فريشة الطائره من الاتحادات بالرغم من قله الامكانيات، ولكن بيعملوا اللي عليهم وبيحاولوا. فاذا برضو هذا الاتحاد يعني يستحق منا ان احنا نقف جنبه، يعني الجهد المبذول جهد مش قليل. ان شاء الله المكسب هيجي، وان شاء الله الاتحاد الريشه المصري يقدر باذن الله بالتنسيق مع الاتحادات الاخرى وبالكوادر المصريه اللي بره انه يحط مصر ان شاء الله في المقدمه. طيب هنروح لخبر اخر، غدا مصر تنظم البطوله الافريقيه الثامنه للرمايه على الاطباق المروحيه. مصر هتستضيف البطوله الافريقيه الثامنه للرمايه على الاطباق المروحيه المفتوحه، واللي هتتلعب على ميادين نادي الصيد في الفتره من بكره ولحد 15 مايو اللي احنا فيه. ده لوجو البطوله على فكره. البطولة دي من المتوقع مشاركة 250 رامي ورامية من تسع دول، وهي مؤهلة لبطولة كأس العالم للرماية. مصر نجحت في تنظيم السبع نسخ اللي فاتوا من البطولة دي، وكمان لسه منظمين بطولتين عالم كان آخرهم السنة اللي فاتت واللي أبهرت العالم كله وأشاد بيها جميع الرماة اللي شاركوا في البطولة. زي ما قلت لحضراتكم يمكن في يعني وانا بتكلم ان الحمد لله عندنا بنية تحتية كاملة في كل الألعاب، يعني أنت لو فكرت تعمل إيه؟ يعني لو عندك أي لعبة أولمبية بتفكر تعمل لها بطوله في مصر، اكيد هتلاقي عندك الامكانيات الفنيه، الامكانيات في الملاعب، البنيه التحتيه، يعني وكان يمكن اخر بطوله كانت في العاصمه الاداريه. وخليني اقول لكم انه حتى بعد افتتاح القريه الاولمبيه في العاصمه الاداريه هتعمل طفره كبيره جدا، حاجه مفتتحه على احدث ما وصل اليه العلم في الملاعب، في علم الملاعب وتصميم الملاعب، هتلاقوا حاجه يعني هتبهر العالم. يعني طيب ده ممكن امتى؟ لا خلاص قربنا جدا ان شاء الله، وهيبقى الحقيقه حاجه تؤهلنا لاستضافه المزيد من البطولات العالميه اللي الحقيقه زي ما قلت لحضراتكم مهمه جدا ان هم يجوا يشوفوا مصر وصلت فين. الخماسي الحديث، وما ادراك ما الخماسي الحديث؟ لان الحقيقه اللعبه دي
هي اللي حطتنا الدورة اللي فاتت في أولمبياد طوكيو 2020 في مركز جيد. يمكن ما تراجعناش، كنا من غير هذه الميدالية الفضية اللي حصد أو اللي حصل عليها الجندي كان هيبقى عندنا مشكلة في ترتيب في الجدول العام. ذهبية وبرونزية لمصر ببطولة كأس العالم للخماسي الحديث بالمجر. منتخبنا الوطني الأول للخماسي الحديث قدر انه يحقق ميداليتين في بطوله كاس العالم واللي اتلعبت في العاصمه المجريه بودابست في الفتره من 25 ابريل ولحد 1 مايو اللي احنا فيه. مصر كانت حققت ذهبيه وبرونزيه في منافسات الزوج المختلط وفردي السيدات، وكان الزوج المختلط مكون من هيدا عادل ونور الدين كريم كانوا حققوا الذهب بعد ما جمعوا 1350 نقطه بفارق 40 نقطه عن الزوج المجري قريب جدا. دي صور طبعا من البطوله، الف مليون مبروك. والزوج المجري جه في المركز الثاني، اما المركز الثالث فكان من نصيب الزوج المكسيكي. اما الميداليه البرونزيه فكانت من نصيب سلمى ايمن عبد المقصود واللي حققتها في المنافسات الفردي بعد بطلات المجر وايطاليا. بالتوفيق لكل ابطالنا، وبالمناسبه ما ننساش يعني المناسبه دي ونتمنى الشفاء طبعا لاحمد الجندي بطلنا اللي توج بميداليه فضيه في بطوله طوكيو 2020. طبعا كان خاضع لعمليه جراحيه وهو دلوقتي في مرحله العلاج الطبيعي والتاهيل، نتمنى له كل الشفاء ونتمنى له انه يرجع بسرعه ان شاء الله، عشان بدل ما يبقوا ميداليتين يبقوا ثلاث ميداليات على ايدك يا جندي ان شاء الله. هنروح لخبر ليه علاقه بالكاراتيه، والكاراتيه طبعا يعني لعبه من الالعاب اللي احنا خسرناها في الاولمبياد القادمه، لانه زي ما حضراتكم عارفين هي لعبه غير اولمبيه، ولكن طوكيو او اليابان يعني كانت هي احد الثلاث لعبات اللي فضلت او اللي هي يعني اثرت ان هي تشاركها. انت ليك ثلاث لعبات كدوله منظمه يعني دخلهم المنافسات، فكان الكاراتيه احد الالعاب منهم، ولكن احنا خسرناه بباريس. ومع ذلك مصر تستضيف بطوله البريمير ليج للكاراتيه يناير 2023. الاتحاد الدولي للكاراتيه اعلن موافقته على تنظيم مصر لبطوله البريمير ليج الدوليه، واللي هتكون في مصر بدايه السنه الجايه باذن الله. وجه التاكيد ده بعد ما قرر الاسباني انطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي منح مصر شرف تنظيم البطوله كاول بطوله في اجنده الاتحاد الدولي الموسم 2023. والقرار ده جه كنوع من الدعم من الاتحاد الدولي لمجلس اداره الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسه محمد الدهراوي اللي بيشارك بقوه في اغلب البطولات الدوليه اللي بينظمها الاتحاد الدولي للعب. بالتوفيق للكاراتيه المصري واللي بيقدم مستوى مميز في الفتره اللي فاتت، وكان اهمها طبعا فوزه بميداليتين اولمبيتين في الاولمبياد اللي فاتت عن طريق جيانا فاروق في ريال اشرف. يعني الكاراتيه الحقيقه والخماسي الحديث كانوا ليهم دور كبير، ميداليتين او ثلاث ميداليات، ميداليتين هنا وميداليه هنا، الحقيقه يعني دفعونا لقدام في غياب طبعا ربعنا رفع الاثقال اللي هم رجعوا تاني لمنصات التتويج في بطولات العالم. وده طبعا هم بيسخنوا كل ده عشان يستعيدوا المستوى الدولي، عشان ربعنا رفع الاثقال، لان من رفع الاثقال من الالعاب المؤثره جدا عندنا في تاريخنا الاولمبي، وحصلت ميداليات كتيره هي يمكن هي والمصارعه. نتمنى ان شاء الله مع المجموعه اللي موجوده مصر ان شاء الله في باريس 2024 تكون في مكان في الجدول افضل من طوكيو 2020. كده تكون انتهت اخبارنا، هنطلع لفاصل، هنتقابل بعد الفاصل. ابطال 17 سنه للكره الطائره رجال او ناشئين اللي استطاعوا ان هم يفوزوا بطوله المنطقه وبطوله الجمهوريه بدون هزيمه، هيكون معنا بعد الفاصل الكابتن نادر نبيل المدير الفني واللاعب محمد ياسر صانع الالعاب فريق 17 سنه واللي بيتصعد كمان يلعب في 19 سنة هيكونوا معانا، ولكن بعد الفصل. اهلا بحضراتكم من جديد، برحب بالبداية بمدير الفني لفريق 17 سنة للناشئين واللي استطاع انه يفوز ببطولتين السنة دي، بطولة القاهرة بدون ولا هزيمة وايضا بطولة الجمهورية بدون ولا هزيمة واللي انتهت منذ ايام. اهلا بيك يا كابتن نادر والف مليون مبروك. اهلا بحضرتك. يمكن مكسب جه صعب ومبارك لك عليه. الحمد لله، مكسب صعب وكان موسم طويل جدا، بس الحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا الحمد لله. الحمد لله. بنرحب باللاعب محمد ياسر احد يعني ابرز اللاعبين صانع العاب الفريق واللي كان متصعد بيلعب مع 19 سنه. اهلا بيك يا محمد. الحمد لله. منورنا، يمكن ده اول لقاء بيني وبينك. بس بنسمع عنك كتير يا محمد. الحمد لله. ما شاء الله صانع العاب ومتصعد مع 19 واخد افضل لاعب كمان في 19 سنه افضل في بطوله القاهره اللي فاتت. صح. كابتن نادر اجل حضرتك، يمكن كنا اتقابلنا في بطوله المنطقه وفرحنا وانبسطنا وقلنا يا رب ناخد الجمهوريه. الحمد لله. اكيد الجمهوريه كانت اصعب من المنطقه لان فيش فرق جات لك. أكيد زياده. كلمني عن الفرق والفرقه اللي جات ومشوار البطوله. هي كانت منطقه القاهره لعبنا 13 مباراه، الجمهوريه كانت 22 مباراه، وكان جدوى كان صعب وكان طويل وكان داخل كمان في رمضان، فكان لود كبير على اللعيبه. بس الحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا. احنا اخر ماتش مخلصينه كان يوم الوقفه،
يا خبر ابيض. فكنا مخلصين اخر فرقه في القطاع بالكامل كان فريق 17. طب ايه الفرق اللي يعني انت لعبت في المنطقه؟ اغلب الفرق من القاهره او يعني الفرق الجامده في مصر كانت موجوده في القاهره، طب ايه اللي زاد عليهم في بطوله الجمهوريه؟ لا اللي زاد عليهم فرقه زي الزمالك، فريق كويس جدا، فريق الصيد، فرق الاسكندريه، دلفي، الاتحاد، سموحه، فرق كويسه، فرق محترمه. دول الفرق اللي بيقول زياده عن فرق بيضاف. طبعا فرق القاهره زي الشمس وطيران، وادي دجله، الفرق دي كويسه جدا جدا. طب اصعبهم ايه؟ اصعب الماتشات يعني انت في وجهه نظرك بطوله الجمهوريه حسمت مع ماتش ايه؟ كان ماتش الزمالك في في الماتشات النهائيه في الاخر، كان عندنا الزمالك، وادي دجله، الصيد الدقي. فكان ماتش الزمالك هو كان الحمد لله يعني اللي ادانا حافز ودانا يعني حسينا ان احنا خلاص قريبين يعني جدا من البطوله. طب هو يعني السيناريو بتاعها مشي ازاي؟ الماتش مشي ازاي؟ هل احنا خسرنا الشوط الاول؟ هل كنا ماشيين بنتيجه يعني وضح للساده المشاهدين السيناريو كان ماشي ازاي؟ احنا لعبنا الزمالك، الزمالك كانت معانا في المجموعه اللي قبل النهائي كمان، يعني هي صعدت معانا في النهائيات. طب الماتشين كانوا ماشيين ازاي؟ الماتشين اللي كانوا قبل النهائي احنا الحمد لله ربنا كرمنا في الماتشين. الماتش اللي كان عندنا في النادي كسبناه 3-0 الحمد لله، كان ماتش قوي جدا جدا جدا. كويس. الماتش الثاني كان في نادي الزمالك وربنا برده كرمنا وكسبنا 3-1، كان ماتش برده صعب. حضرتك عارف ماتش الاهلي وزمالك طبعا ليه حسابات ثانيه خالص وشكل ثاني خالص، بس الحمد لله اولادنا كانوا يعني رجاله وقد المسؤوليه الحمد لله. اكيد اكيد يا كابتن محمد، اجي لك ما شاء الله يعني انت صانع العاب الفريق. وطب كلمنا عن البطوله دي، يعني انت اصعب الماتشات اللي انت كنت شايفها او لعبتها ايه في البطوله كلها؟ طبعا اصعب الماتشات احنا لعبناها كلها كانت الماتشات النهائيه، كانت اكتر الماتشات اللي فعلا فيها صعوبه ان هم 3 ماتشات ورا بعض. اللي هم مين؟ كان لعبنا في الاول ماتش خالص لعبنا دجله والتاني ماتش لعبناه الزمالك وبعد كده الصيد. طب دجله بعد دجله يمكن حصل شويه اصابات كده صح؟ صح. انت كنت واحد منهم؟ كنت واحد منهم. ايه اللي حصل؟ لا هو اللي حصل كان يعني هو مع كتر اللعب الكتير وكده فبيحصل يعني زي اوفر تريننج في حصل اوفر تريننج في ركبتي والاربطه وكده. ركبتي الاثنين. وجع رشح حصل ايه؟ ورمت يعني شويه مثلا؟ لا ورمت كتير، وكان عندي التهاب في وتره الاماميه في رجلي الشمال. وفي ركبتي اليمين كان حاجات كتير يعني، كان منها برضو وتره الاماميه في ركبتي اليمين والغضاريف وكده. طب ويعني انت دلوقتي كويس الحمد لله؟ الحمد لله. الدكتور هو قال لك بس هي اوفر تريننج او تدريب زياده. تمام. يعني يمكن لان انت بتلعب 17 مره مع ده وتمرن مع ده. ما شاء الله. طيب انت كلمني يعني انت على المستوى الشخصي، انت لعبت 17 وفزت. طب مستوى يعني على مستوى 19 انت كنت بتلعب اساسي كمان. طب ايه المباريات اللي انت ما تنساهاش كمان الموسم ده مع 19؟ مع 19 ماتش الزمالك الفاينل، ماتش الشمس الفاينل بتاع القاهره اللي احنا كسبناه. ولا بس هو دول اكتر ماتشين اللي ممكن افكرهم كويس قوي. طب قول لي انت ابن الوز عوام بقى، بابا كابتن ياسر عبد المنعم كان احد لاعيبي النادي الاهلي. فكان بابا بيلعب مركز ايه؟ بابا كان معد زي لا بتهزر؟ طبعا. ده هو اللي وجهه ولا ايه؟ ولا هو جاك كده ابن الوز عوام؟ اسال بقى كابتن ده ولا ايه؟ طيب يعني انت لعبت عشان خاطر بابا ولا لعبت عشان بتحب اللعبه ولا يعني؟ ما انا برضه اصل الناس بتستغرب. ايوه يقول لك اصله يعني يطلع لعيب ويطلع زي باباه، هو ايه اللي حصل؟ هي جينات ولا الاب بيورثها لاولاده؟ يعني ايه اللي خلاك تلعب طايره وتتفوق زي بابا بنفس المركز كمان؟ لا هو يعني مثلا عندنا في البيت هو مش اللي هو مش بيغصبك على حاجه، هم سابوني براحتي انا اختار اللعبه اللي انا عايز العبها، بس انا حبيت ان انا عايز العب يعني العب زي بابا عشان كنت عايز اكمل مسيرته وان انا ابقى زيه بالظبط. برافو عليك. طب طبعا بابا اسعد واحد بالكلام دلوقتي على الهوا لو بيشوفنا، تلاقي بابا دلوقتي بقى الدموع والعياط. اكيد اكيد. هو كمان محمد بيلعب بلاي ميكر من الميني فولي، يعني هو من الميني فولي بيلعب بلاي ميكر، يعني طبعا بدون اي تدخل من والده خالص، هو الولد حابب ان يكون بلاي ميكر، شايف نفسه يبقى كويس ان يكون بلاي ميكر، فهو ما شاء الله من الميني فولي هو مركز في الموضوع ده ما شاء الله. بسم الله. طب وهتعمل بقى في المنافسه جاهز بقى بعد كده؟ انت عندك 17 وبعد كده 19 تخش على الدرجه الاولى يا وحش، جاهز المنافسه دي؟ ان شاء الله انا جاهز طول الوقت. طيب ومين مسك الاعلى قول لي؟ كابتن عبد الله عبد السلام. المسك الاعلى انا كمان. مش انت لوحدك. ربنا يديله الصحه يا رب ويفضل دايما متالق مع النادي الاهلي. طب كابتن يمكن الهدف الاساسي المدير الفني مش بس انه يكسب، لازم تصاحب اللعيبه. لازم اللعيبه دي تلعب، خلي بالك هم بيبقوا لسه سايبين فتره الطفوله بقى وداخلين على فتره الشباب 16 17 سنه، فتره اللعيب محتاج المدرب يصاحبه. أكيد يعني أولا الأولاد أنا علاقتي بيهم مش علاقة مدرب ولاعب، لا إحنا في أوقات كتيرة جدا بنبقى أصحاب
نتكلم في حاجات ممكن بره الفولي كمان فعلا. حاجات في الدراسه، حاجات مع اصحابه في 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 المدرسه، اصحابه في الشارع، في الحاجات دي كلها بنتكلم في حاجات كمان خاصه بيننا وبين بعض كتير. نتكلم مع بعض في التليفون باستمرار دايما في علاقه بره الملعب كمان يعني قويه جدا جدا. شايف ودي ده مهم يا كابتن؟ ده مهم في مراحل كتيره يعني. انا شايف المرحله بتاعه الفرقه دي محتاجه كده، محتاج مدرب يكون قريب للعيبه اكتر في السن ده. في السن ده وكمان في الفرق الكبيره مهم جدا اللعيب الكبير يحس ان المدرب مش بيديله اوامره بس، لا كمان في اوقات تانية يحتاجه في حاجات تانية كتير. دي بتفرق كتير مع اللاعب بالظبط، بتفرق يعني بتفرق نفسيا كتير كشخص مع اللعب. يعني كبير وبالغ بقى خلاص يعني هم كمان في الفتره دي بيبقى خلاص بيتحول من طفل لشاب كبير طبعا. فمحتاج حد يعامله معامله الكبار يعني كبار بقى خلاص. بس نجحت في دي يعني شايف انت نجحت في دي ولا يعني ولا اسال اللعيبه؟ والله يعني انا على قد ما بقدر بعمل يعني والله. بص يعني في المواضيع دي بالذات حتى في الفولي بعمل كل اللي مليه على ضميري يعني. انا شايف ان اللعيبه محتاجين كذا بعمله، محتاجين كذا بعمله بغض النظر عن اي حاجه يعني. شايف مثلا اللعيب الكويس في الملعب هو اللي بيلعب، اللعيب اللي بحس ان هو يعني متخاذل شويه مش موفق ومش عارف ايه، لا شد حيلك في التمرين عشان يبقى ليك مكان في الملعب بس. فالحمد لله يعني. بس حصل لنا السنه دي برضو حاجات كانت غير متوقعه بالمره يعني. زي مثلا بعد ماتش وادي دجله اكتوبر في ماتشات النهائيات، لا التمهيدي اللي قبل النهائيات، التمهيدي اللي قبل الزمالك والست تقريبا، التمهيدي اللي قبل النهائيات لقيت اصابات فجاه كده يعني عارف انت. بس حصل لك ده في الجمهوريه في المنطقه ولا ايه؟ حصل ده في المنطقه بس السنه دي كانت اصابات كانت كبيره شويه. ايه بقى؟ يعني انس حاتم جاله جزع في الرباط الصليبي يا خبر، زياد عصر الكروس بتاعه برضه نفس الاصابه، محمد ياسر برضه حصل له مشكله في ركبته بسبب الاجهاد والتمرين مع فرقتين والماتشات مع الفرقتين، معتز الليبرو حصل له برضه شد عضلي بس شديد شويه في ظهره، نور حصل له شد في السمانه، سيف هشام عندنا لعيب الليبرو لعيب كويس جدا ولعيب ممتاز، حصل له برضه ان هو الثانويه العامه عنده لود جامد جدا. مش مصاب يبقى عنده ثانويه عامه، ما هو لازم مصاب يبقى كده معروفه لما تبقى ماشيه كده وحشه تلاقي بقى اللي مش مصاب عنده ثانويه عامه. بس حصل له مشكله كبيره جدا في موضوع الدراسه ومش عارف يوفق بين الدراسه وبين النادي. ف بس انت حصل لك نفس الموقف ده، انت فاكر بطوله المونتانا لما قلت لي انت لغيت التمرين؟ بالظبط. لعيبه صف ثاني يا جماعه لا امشوا روحوا بقى، لا الفرقه كلها اتعورت. كانت اربع اصابات في دقيقه واحده بالظبط يعني. لعيب بيلعب ارسال نزل على كوره، واحد بيطلع بلوك نزل على رجل زميله، واحد طلع بلوك كوره جت في صباعه وكانت هتكسره له، فكل ده في دقيقه واحده. خدت الفرقه وجريت من الملعب. طبعا دي حاجه مش طبيعيه بالظبط، وقف على طول تروح شريره في الملعب. بالظبط كده، فكان حاجه غريبه جدا. بس تبقى جميل بعد التعب ده اكيد بيبقى. الحمد لله. وانا عايز اسال محمد في حاجه برضه، يمكن اللعيب لما بيتصاب بيبقى زعلان متضايق يعني. انا حتى ابني كده يعني، يعني اي حد يعني بشوفه في سنك يعني قريب من سنك لما بيجي له اصابه بيحس ان نهايه العالم، انا اتصبت انا مش قادر. اتعاملت ازاي مع الاصابه؟ انا الاصابه يعني انا فوق كنت ان انا اتضايقت طبعا، ان انا كنت نفسي ان انا اخش اللي هي النهائيات والسيمي فاينلز دي كلها وانا بكامل قدرتي اللي هي الجسديه طبعا، انا ابقى نازل جاهز لكل ان انا واحد كان نازل عايز بقى ايه يعني. ده بقى الفتره انت قاعد بتتمرن طول السيزون كلها والبريزون كله عشان الفتره دي، عارف اللي هو هتيجي بقى الفتره دي تخش وانت مصاب تبقى متضايق بقى وكده. بس يعني المفروض كنت رايح نزلت على طول، ان انا كنت عايز انزل مش عايز مستواي يقل صراحه من الاصابه، المفروض كنت رايح بس انا ما ريحتش. المفروض كنت رايح 15 يوم متواصلين بس انا ما ريحتش، انا نزلت على طول انا كنت عايز مستواي يقل. ريحت كام يوم؟ ريح ما ريحتش اصلا. نفس الكلام مفيش فايده. رحت للدكتور مفيش فايده فيه نظام ماتش كده وانت نازل التاني على طول. انا كويس والله، تبقى رجلي ورمه دي انا كويس انا كويس. تلعب بيبقى تقاط، انت عايز تلعب. ما انا عارف، ما هو السن بتاعك انت بتبقى عايز تلعب ومش متخيل يعني ايه اصابه. انا سليم، انا لا يا ابني طب ريح. فانت بتقول لي حتى الدكتور رايح 15، قلت له لا مش هلعب مش هريح انا هنزل الملعب. بس دي الفتره اللي انت تعبت فيها طول السنه والبريزون كله، انت تقضي طول الوقت كله، انت دي الفتره اللي هي خلاص، دي الفتره اللي هي بتاعتك السيمي فاينل والناس كلها بتتفرج فيها، دي الفتره بتاعت الماتشات بجد. كل الماتشات اللي بتبقى كده بتبقى اللي هي ماتشات اللي هو انت كده هتكسبها يعني، مش صعبه، ماتشات سهله بتبقى سهله نوعا ما يعني. انت بتبقى يعني هو ده انت هنا هتجني ثمار بقى. انت عملت طول الموسم جينا بقى دخلنا السيمي فاينلز والفاينلز دي فجاه لقيتني اتصبت، فاللي هو مش هقعد بقى في الوقت ده بصراحه. انا بقول لك ان ده بيعلمك حتى في الحياه ان انت تبقى مثابر، وكمان مش كده بس ان انت تبقى عندك صلابه وقوه لتحمل. خلي بالك انت الرياضه دي تعلمك مبدا في حياتك كله. طب قول لي لما يعني ركبتك وجعتك وبابا كان لعيب قبل كده ولقى ركبتك ورمه ومرشحه شويه، بتضحك ليه؟ قال لك ايه؟ بتضحك ليه؟ لا ما قاليش حاجه، هو كان اللي هو الحاجات التقليديه بقى اللي هو تلج مش عارف كان هو بيعمل لك كده؟ حاجات زي كده كان بيجيب لك التلج. لا هو مش موجود، هو مسافر اصلا. مسافر؟ طيب هو بالتليفون على الاقل؟ بيقول لك تلج. لا اللي سعدني في الحوار ده كمان قوي دكتور محروس، هو دكتور معانا في فريق 19. دكتور علاقه بيضاء يعني اكتر واحد سعدني قوي في الموضوع ده جدا بتاع ركبتي ده.
برافو برافو. طب قول لي يا كابتن، يعني يمكن يعني اكيد بيبقى ليك طموحات، انت مثلا لما دخلت المنطقه كان طموحاتك الجمهوريه، ربنا كرمك في الجمهوريه، اكيد عندك طموحات بعد الجمهوريه، ضحكت انت ايه؟ اكيد اكيد طبعا، كل مدرب بيبقى ليه طموحات وليه دايما بيفكر يعني صح. السنه الجايه هعمل ايه، السنه اللي بعديها هعمل ايه. فانا يعني الحمد لله ربنا كرمني سنتين على التوالي الحمد لله بفضل الله في الاول وفي الاخر. طبعا انا بس عايز اشكر دكتور وجيه حمدي وكابتن احمد زكريا، دكتور وجيه حمدي رئيس قطاع الناشئين والنشئات، كابتن احمد زكريا رئيس قطاع الناشئين، لان فعلا تعبوا معانا جدا جدا. كابتن احمد زكريا تقريبا الماتشات كلها بالكامل كان موجود معايا، راجل محترم، وكان دايما راجل محترم جدا جدا، وكان دايما بيعمل لي سبورت جامد جدا بصراحه، وكان دايما بيدعمني وبيساعدني، وكان لازم يعني كان لازم اشكره في البرنامج بتاع حضرتك. ده انا يعني كنت هبقى متضايق جدا من نفسي لو كنت مشيت وما كنتش شكرته، يعني لانه راجل محترم ويستاهل بصراحه كل خير. يعني فزي ما بقول لحضرتك، كل واحد الحمد لله بيفكر دايما هيعمل ايه في الخطوه اللي بعد كده. انا الحمد لله ربنا كرمني السنه اللي فاتت واخدت اول القاهره واول جمهوريه، والسنه دي الحمد لله بفضل الله اخذنا اول القاهره واول جمهوريه ما شاء الله. بتمنى ان شاء الله باذن الله الخطوه اللي جايه ممكن تكون مثلا فرقه اكبر شويه، منتخب كده في الحلبة. خلي بالك يعني نجاحك ده هيخليك تحت العين، يعني شئت ام ابيت، يعني هو طبعا الحمد لله النجاح زي ما بيقولوا بيجيب نجاح. الحمد لله. وانت مخلص، انا عارفك يعني على المستوى الشخصي انت مخلص ومحب جدا لعملك. ربنا يخليك الحمد لله. طيب نقول مثلا انه كل مرحله وليها نظامها، يعني انت دلوقتي المرحله انت فيها بيبقى بتتطلب امور معينه فنيه وبدنيه ونفسيه، لما السن بيكبر بتختلف. اكيد طبعا. شايف كل ما بيكبر اللاعب محتاج ايه؟ اللاعب كل ما بيكبر يعني وهو صغير بيحتاج دايما العامل البدني والمهاري، كل ما بيكبر بيزيد شويه عنده العامل البدني. نعم. لان مع كبر السن العامل البدني عنده بيقل، فبيحتاج جرعات اكتر من العامل البدني علشان يقدر يقف في الملعب اكتر واكتر وكده. عشان كده بنشوف اللعيبه بتاعتنا ما شاء الله، الله اكبر، كابتن عبد الله عبد السلام، كابتن احمد صلاح، محافظين على فورمتهم لانهم دايما بيحافظوا على العامل البدني بتاعهم. برافو. صح. بيتمرنوا كويس جدا، بيتمرنوا الصبح بعد الظهر، ما بيبصوش وراهم، ما بيبصوش على اي حاجه، كله بيتفكروا في مستقبلهم وحياتهم، مستواهم، هم فين دلوقتي، عايزين يعلوا، محتاجين بدني اكتر. فده المفروض ده شغل المحترفين. يعني انا شايف ان عبد الله واحمد صلاح لعيبه محترفين مصريين، مش بيفكروا في فكره احتراف يعني. في الفرقه ففكره احتراف يعني فعلا. ونتمنى نشوف في لعيبه صغيرين. بس خليني برضه اروح لمحمد. محمد، يمكن انت نفس السؤال لكابتن نادر، انت اكيد عندك طموحات. اكيد. طموحاتك ايه؟ نفسك يعني انت بتقعد بالليل ويعني يعني في سنك ده بتبقى انت عايز تكسر الدنيا وبتاع، وربنا يقدرك وتعمل كده، طموحاتك ايه؟ اكيد طبعا، يعني اي واحد بص في النادي الاهلي وفي الناشئين اكيد طبعا طموحاتي ان العب في الدرجه الاولى طبعا بعد كابتن عبد الله عبد السلام على طول. برافو. يعني والمنتخب وكل الحاجات دي طبعا. دي نفسك فيها؟ انت رحت منتخب لسنك في فتره من الفترات ولا ما رحتش؟ لا، جالي الفاكس بس ما كنت ساعتها كنت عامل عمليه. جالي الفاكس ان انا اروح. بس كنت ساعتها عامل عمليه. عمليه الزايده، فما كنتش اصلا كنتش بلعب اصلا خالص ساعتها. فما عرفتش اروح. فطبعا ده سبب لك الم نفسي رهيب طبعا. انت كنت نفسك من المنتخب، بس تعوض ان شاء الله. وخلي بالك انت كل ما يعني بتقابلك صعاب او بتقابلك مشاكل، صدقني ربنا بيكرمك بعد كده. بس المهم تتمسك بالمجهود، انت تبذل مجهود وتتعب، هتلاقي في لحظه كده ربنا فتحها عليك بشكل انت ما تتخيلوش. طب بتفكر مثلا في السفر لجامعه في امريكا؟ بتفكر يعني ان انت تشتغل؟ كفايه واحد، ما في حد سافر، بس يعني زميله سافر صح؟ علي كان معانا في اللي كان معانا. بالظبط. طب اي حد عايز يسافر امريكا خليه يجينا ان شاء الله باذن الله. ما عندناش مشكله. حلو حلو على اللعيبه. مشكله مين؟ انا ممكن اسافر، ما عنديش مشكله. انت شفت بقى، هو جه البرنامج الحق بقى كابتن مضيه ولا حاجه بعد كده؟ انا بعد كده مش هجيب حد البرنامج. لا خليها يا كابتن. لا تيجي ونعاد الاهلي. بيجي يسافر على طول. بس خلي بالك، اصل ما بيسافرش احتراف، هو بيسافر دراسه ولعب كده. اكيد طبعا، يعني اكيد. بس هو سفره عشان هو لعيب في النادي الاهلي، لعيب كويس في النادي الاهلي، فده بيديله وضع كويس جدا في الجامعه. هو بيروح، هو لو لعيب مش كويس مش هياخدوهم، اللي تعرف في امريكا وفي الجامعات الكبيره اللي بره بياخدوا اللعيب الكويس قوي. نعم. فهو مش هيكون لعيب كويس جدا غير لما يكون لعيب في النادي الاهلي. صحيح. وده اللي بيفتح له البوابه لكل شيء. بالظبط بالظبط. اكيد. طب خليني اسالك، انت مسك الاهلي عبد الله عبد السلام، شفته واتكلمت معاه؟ اكيد طبعا كتير. ايه قال لك ايه؟ قال لي لا مفيش حاجه معينه يعني، بس هو يعني كابتن عبد الله عبد السلام اتكلمت معاه كتير ويعني واعرفه كويس شخصيا، هو يعرفني. اتفرج لك على ماتش قبل كده؟ كده اتفرج على ماتش. كان ماتش الصيد في النادي الاهلي. طب انت لما يبقى في يعني مسك الاهلي قاعد بيتفرج عليك،
يعني بتحس ان انت عايز تلعب عشان توريله نفسك طبعا ولا؟ انا الماتش ده كنت سوبر مان طول ما هو قاعد. طب لو مرت الايام ولقيت نفسك بتلعب معاه؟ لا دي حاجه يعني انا نفسي اعملها وان انا بشتغل على نفسي عشان اطلع العب معاه قبل ما يخلص. بجد يعني انت نفسك تلحقه؟ عايز الحقه. ايوه معاه. جميل قوي ان يعني بجد اللي يبقى اللعيبه صغيره بتابريشيت او حاسه يعني بتقدر طبعا يعني اللعيبه الكبار وبتحس قد ايه الفاليو بتاعتهم والقيمه بالظبط للعيبه الكبار. دي قيمه اللعيب الكبير لما يكون عندك لعيب كبير في الدرجه الاولى، دايما اللعيب الصغيرين بيبصوا له ان هم عايزين امتى، بيحلم باليوم اللي هو امتى هبقى زيه، امتى هلعب جنبه، امتى هسلم عليه حتى، امتى مثلا نفسي التيشيرت بتاعه، الحاجات دي كلها بتاثر جدا في اللعيبه الناشئين. فعشان كده احنا مبسوطين جدا ان احنا عندنا قامات كبيره في الدرجه الاولى، عندنا زي احمد صلاح وعبد الله عبد السلام، فدي حاجه بتساعدنا احنا كمدربين في القطاع انه اللعيبه بيشوفوا قدوه ولعيب كبير فوق نفسهم يبقوا زيه، فدي بتساعدنا احنا كمدربين. عشان كده قطاع الطايره ناجح بامانه الحمد لله. الحمد حتى لله. لو في دروب في سنه ولا حاجه بسرعه بتلاقي الدنيا مفيش مشكله قامت خالص. لان القطاع تحس ان هو حاجه لارج كده، حاجه تحس ان قطاع الطايره كده انا بقعد اتفرج احس ان حاجه كده من السحاب. ايوه الارقام كبيره جدا 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 يعني لما تيجي تقارن النادي الاهلي في الفولي بول باي نادي تاني، مع احترامي طبعا لكل الانديه، لا الارقام فرق كبير جدا يعني بين النادي الاهلي وبين اي نادي تاني. صحيح. مش معنى ان يعني سيزون خسرنا فيه من 20 سنه او من 25 سنه مش لا مش مشكله خالص يعني. انت عارف احنا الفريق الاول عندنا 14 لقب قاري بطوله افريقيا، اللي بعدينا كام؟ خمس القاب، يعني متخيل الفرق؟ 9 ألقاب فرق بيننا وبين اللي بعدين على طول، فده يدل فعلا زي ما حضرتك بتقول ان فعلا احنا في كره الطائره في حته ثانيه. وخليني اقول لك يا محمد برضو، يمكن انت طالب يعني انت في ثانيه ثانوي صح؟ ثانيه ثانوي. بتعمل في اليوم الدراسي خلاص دلوقتي ما فيش كورونا ما فيش اونلاين والايه وزي ما بيقولوا الميجا اللي احنا كنا فيها دي خلاص ما عادش بقى. بتعمل ايه في الدراسه؟ بتصحى ازاي؟ بيبقى يومك ازاي؟ يعني احكي لنا يومك. هو انا ساكن اصلا في اكتوبر ومدرستي في الدقي. ده الله. حاجه بعيده عن بعض خالص. الله. فلو مثلا فضل موجود في المدرسه الساعه 8 او الساعه 7 انا ببقى صاحي من الساعه 5. طب مين اللي بيوصلك؟ الباص ولا بتروح ازاي؟ لا يعني اما بروح لوحدي عادي مواصلات يا اما ماما بتوصلني. طيب وبتصحى 5 من النوم معنى كده ان انت لازم تنام بدري؟ ما انا ما بلحقش انام بدري بقى. كابتن نادي بيحب التمرين بالليل. كابتن نادي بيحب التمرين بالليل بيخلص 12. بيفوتني ميعاد النوم فبطبق. ده نظام ببقى نايم بقى، نخلص تمرين مثلا 12 على ما اروح مثلا من النادي وكده تبقى الساعه 2 بنام لي بالظبط فعلا ساعتين او ثلاثه وانزل بقى ايه اروح بقى المدرسه والتمرين والجيم وكل حاجتي بقى. تفضل بقى اليوم كله عايش حياتك بره. يعني بجد مجهود طبعا يعني مش ده مش هيعمل كده اذا كان حابب خلي بالك. اكيد طبعا اكيد هو لو مش حابب مش هتلاقي منه كل المجهود ده، هتلاقيه بعد شهر او اتنين من بدايه السيزون هتلاقيه وقع منه. لكن هو دايما عنده الحافز كتير جدا. كنت بتكلم معاه وقلت له اللعيب الكويس هو اللي بيتمرن كويس، مفيش واحد في الدنيا بيبقى لعيب كويس هو بيتمرن كده اي كلام وخلاص. صح. لازم تيجي قبل التمرين بنص ساعه تشتغل لوحدك. كنت دايما بتكلم معاه ان هو يشتغل مثلا صوابع على الحيطه، قلت له عايزين نوصل لغايه 3000 تكرار. طبعا اول ما سمعها لاول مره قال لي 3000 ده كتير جدا جدا، انا ممكن اعمل 10 واتعب. فاحنا كنا بداناها مثلا 500 بعد كده بدا 1000 في اليوم 1500 لغايه لما وصلنا بعد حوالي 3 اسابيع 3000 تكرار من غير اي مشكله بيعملوا مفيش اي مشكله خالص. ودي بتدي له احساس عالي سنس عالي طبعا صعبة. بتخلي السنس الصعبه لان انت عارف البلاي ميكر ده لازم يكون احساسه بالكوره عالي جدا جدا, جداً, جداً في كل الاوضاع بقى كل الاوضاع يعني في المركز ده في المركز ده في المركز ده حافظ زوايا الملعب بالظبط حافظ هو فين بالظبط هي دي التركه بالظبط كده. نعم. فاللعيب الكويس هو اللي بيتمرن كتير مش بال 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 بالكم لا بالكيف طبعا. صحيح. ومحمد قول لي يا محمد انت يعني اكيد كل لعيب بيبقى له يعني بالذات في السن بتاعك مدرب فاكره المدرب ده وانا صغير هو يعني حببني في اللعبه هو قال لي هو كلمني بيبقى مهما كان لي نصيحه انت مهما مر بيك الزمن انت فاكره ولو شفته تجري تحضنه. يعني مين معاك كده؟ كانوا هم اثنين مدربين بالظبط كابتن احمد ثابت وكابتن احمد رجب الله يرحمه. الله يرحمه. انا سمعت عنهم كتير الله يرحمه. يعني سمعت عنهم كتير بالذات احمد رجب الله يرحمه كابتن احمد رجب سمعت عنه الكثير والكثير. ما فيش حد جه قاعد في الاستوديو هنا الا ما ترحم عليه واشد بيه. ما بالك بقى الحمد لله محترم ربنا يرحمه ويغفر له. ربنا يرحمه ويغفر له. طب خلينا نتكلم عن يعني بالمره وانت معايا عن بطوله افريقيا اللي جايه اللي بيلعبها النادي الاهلي. شايف مين ابرز المنافسين لينا؟ شايف يعني ممكن يعني اكيد الترجي بس انت من مشوارنا لغايه الترجي ممكن يقابلنا فرقه جامده. شايف البطوله ازاي يا كابتن؟ والله انا شايف انا اتفرجت على الفرق واتفرجت على الجدول
انا يعني المنافس الاقرب للاهلي هو الترجي التونسي. ترجي كويس، وضعه ايه؟ جايب اجانب؟ جايب حاجه؟ والله هو جايبين محترف واحد بس، هو الفريق اصلا فريق كويس، هو عامل زي النادي الاهلي كده. منتخب تونس بيلعب في الترجي، عندهم بس اللعيب بيلعب في اثنين محترف بره بيلعبوا من غيره، بس هو ده منتخب تونس. يعني هم عندهم محترف اصلا كمان ما بيلعبش؟ لو هم عندهم جايبين محترف بس انا مش عارف هو بيلعب معاهم البطوله دي ولا مش ولا مصاب. امال احنا سمعنا بقى جايبين اربع اجانب وياكلونا خرفونا على العشاء والكلام اللي بنسمعه ده. احنا ان شاء الله احنا ده، وان شاء الله نرجع بالكاس باذن الله. احنا كمان فرقه الاهلي كلها منتخب مصر الحمد لله. يعني انت شايف ان الترجي نقدر؟ يعني انا قصدي اقول يعني في الجيم في الملعب. بس انا سمعت يعني اخبار وشفنا الكلام المكتوب في الميديا وكده ان هم يعني شايفين الترجي فريق لا يقهر والكلام ده كله. هم هو اكيد الصحافه التونسيه لازم طبعا تمجد في الفرقه بتاعتها، لكن احنا فريقنا طبعا فريق قوي جدا. الترجي طبعا فريق قوي، انا مش طبعًا انا طبعًا مش بقلل قصدي في الملعب يكون في الملعب. انا مش بقلل من فريق الترجي ولا حاجه، لكن احنا فريقنا طبعا قدها وان شاء الله يكسبوا ويرجعوا البطوله باذن الله. ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله برده يعني نتفرج عليه سوا باذن الله. ان شاء الله يعني نشوفه كده ونتفرج عليه سوا باذن الله. طب محمد خليني اقول لك، يعني انت ليك اخوات؟ عندي اخويا الكبير احمد بيلعب فولي بول برده؟ بيلعب فين؟ لا هو كان بيلعب بس بعد كده جات له اصابه جامده قوي بطلته. هو اكبر منك بكام سنه؟ احمد اكبر مني ب8 واختي من اكبر مني ب4. ما شاء الله، ده انت صغنون خالص. وهم كانوا بيلعبوا فولي بول. اختك طب كانت بتلعب فولي بول؟ منها كانت بتلعب. ولسه بتلعب؟ لا هي بطلت برضه. بطلت برضه برضه ظروف دراسه وكده، هي في كليه كمبيوتر ساينس، فاللي هو الدنيا صعبه بقى. طب انت عايز تخش كليه ايه؟ انا هندسه ان شاء الله. ليه كده؟ ما انا مهندس برضه ودخلت هندسه. طب ليه؟ كده هتقابل في الدهات. بس بص، اللي عايز حاجه ما بتعطلوش. يعني انت ما شاء الله باين عليه ان هو راجل يعني او لاعب او شاب بيقاتل، فانت مش هتعطلك خالص، بس المهم تبقى حاببها ان شاء الله. طب كابتن، لو انت يعني عايز تنصح محمد نصيحه الهوا تقول له ايه؟ انصحه ان هو يتمرن كويس جدا، ما يسمعش اي كلام ممكن يقلل من عزيمته، دايما يفكر ازاي يبقى احسن، دايما يشوف المعدين اللي هم احسن منه، اللي هم اللعيبه الدوليين في المنتخبات الكبيره، دايما يتفرج عليهم شوف بيعملوا ايه، سيستم حياتهم ازاي، الكلام ده كله. لازم ياكل كويس، ينام كويس، يخلي باله من صحته، الحاجات دي مهمه جدا جدا جدا. بعد كده يجي الفولي، يعني الحاجات اللي هي مالهاش علاقه بالفولي دي حاجات مهمه جدا، ان تخليك لعيب كويس، انك تاكل كويس، تاخد بالك من صحابك اللي معاك دايما يحفزوك، لان الصحاب دول يا اما يخلوك احسن لعيب في الدنيا يا اما يخلوك تبطل بسرعه جدا. صحيح. فالمهم جدا دي حاجات اللي حواليك دي هي اللي هتعليك، مش الفولي بس او مش التمرين لوحده. انا عايز اقول لك يا كابتن، النصايح دي لاي حد. طبعا لا يعني اكيد بامانه نصايح غاليه جدا جدا، يعني خليك فاكرها محمد، لان فعلا الكابتن بيتكلم كلام فعلا فعلا صح. الفولي بول بيجي بعد حاجات كتير، تفاصيل من النوم كويس والصحاب والتركيز، وان انت تشوف نص العالم. طب ترد على الكابتن تقول له بقى؟ لا يعني النصيحه دي غاليه عليا قوي، يعني هفضل فاكرها بصراحه. تفضل فاكرها، خلي بالك انا هقطع لك الفيديو ده واخليه لك، عشان ايه؟ بعد ايه ان شاء الله 4-5 سنين ما تبقى لعيب كبير ان شاء الله. وتبقى وانت لعيب كبير دلوقتي، بس ان شاء الله تبقى لعيب اكتر يعني شهره واكتر يعني مستوى كبير، اكيد هنفكرك بالنصيحه دي. طيب خلينا نتكلم عن يمكن زمايلك في الفرقه. كنتوا بتعملوا ايه عشان تحافظوا على الروح؟ كنتوا بتقعدوا مع بعض ازاي؟ كنتوا بتعملوا يعني قول لي علاقتكم مع بعض كلاعيبه ايه؟ انا عارف يعني انا عارف طبعا الاجابه ممكن تبقى شكلها ازاي لان المكسب ما بيجيش، بس عايز الناس تسمع. هو احنا علاقتنا ببعض كويسه جدا، احنا كاننا عيله، احنا حرفيا متربيين مع بعض من احنا صغيرين، من واحنا عندنا 8 سنين واكتر كمان، يعني اقل كمان بكتير، كنا نعرف بعض من زمان فعلا من احنا صغيرين. وكان دايما قبل اي ماتش مهم او اي بطوله كان بيجمعنا بقى كباتن الفريق، اذا كان انس حاتم السنه دي او السنه اللي فاتت كان زياد اسامه، والسنه دي طبعا كان معانا اياد وابراهيم، دول كانوا كبار في 19 ما شاء الله. دايما كانوا بيجمعونا ونقعد نتكلم احنا كفرقه مع بعض، احنا لازم نشد واحنا داخلين على ماتشات صعبه وكده يعني. صحيح، والكاس الصغير ده احسن احسن معد في 19 سنه. ودي الميداليات بتاعتك اللي خدتها مع الفرقتين، وده كاس البطوله ما شاء الله، يعني في السن ده وتاخد الحاجات دي اكيد حاجه جيده. محمد انا بشكرك، نورتني وشرفتني الحقيقه، انت حاجه يعني جميله جدا، واتمنى لك من الحقيقه كل التوفيق. كابتن نادر يمكن بشكرك، ودايما ضيفنا ودايما مكسب ودايما حاجه تشرف. بشكرك وبقول لك الف مليون مبروك، تستحق كل خير. انا اللي بشكرك وبشكر جميع القائمين على القناه بصراحه، اللي هم دايما ورانا ودايما سبورت لينا في كل الماتشات، ودايما بيتابعونا بالتليفون عن طريق التواصل الاجتماعي. بصراحه انا بشكركم جميعا، وربنا يكرم ان شاء الله واللي جاي احسن باذن الله. مكانك ودي يعني قناتك، وده حقيقه يعني مجهودكم، احنا الابطال باسم الابطال، انتوا الابطال الابطال الحقيقي. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل عشان نستقبل بعد الفاصل اللاعب انس حاتم واللاعب حازم ايهاب،
عشان نعرف منهم ازاي كان مشوار البطوله، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم جديد، مكملين حوارنا مع فريق 17 سنه للكره الطائره واللي فاز ببطوله المنطقه بدون ولا هزيمه، وايضا بطوله الجمهوريه بدون ولا هزيمه. هيكون معانا اللاعب واللي بنرحب بيه حازم ايهاب. اهلا بيك حازم. حضرتك منورنا. منور حضرتك، والف مليون مبروك يا حبيبي. الله يبارك حضرتك. ايضا معانا اللاعب انس حاتم، احد يعني نجوم الفريق، والاثنين ساهموا بشكل كبير في الفوز. اهلا بيك انس. اهلا بحضرتك. يعني ابتدي معاك يا انس، يمكن البطوله دي كانت صعبه، انتوا يعني لعبتوا تمهيدي ولعبتوا نهائيات، كان عندكم اصابات. كلمني عن اصعب الماتشات اللي لعبتوها. كانت ماتشات صعبه، ماتشات الزمالك اللي كانت قبل الفاينل على طول، علشان كنا لسه كلنا راجعين، يعتبر دي اول تاني ماتش نلعبه بعد الاصابات اللي كانت عندنا. اللي كانت في الفريق بالظبط، فكانت في يعني كان اللي عندنا ولا اللي هناك الاول؟ لا اللي كان عندنا احنا. اللي كان عندنا ايوه، هو ده اللي كان فيه، كان قبلها اصابات، فما كناش لسه رجعنا للتوب فورم بتاعنا. بس كسبنا 3-0. بس كسبنا الحمد لله 3-0. هو ده كان اصعب. فاكر نتيجته كانت يعتبر يعني كان الشوط قريب ولا كان هو الشوط الثاني بس اللي قريب؟ كان هم سابقين الاول، بس بعد كده الحمد لله يعني جبناهم. وبس باقي الاشواط يعني كانوا خلصانين، كانت ماشيين كويس. الحمد لله. الماتش اللي هناك، الماتش اللي هناك كان احنا عشان كسبناهم عندنا، فنزلين يعني شويه، فخسرنا اول جيم. بس بعد كده بقى فوقنا وخدنا الثلاث شوط. طب الثلاث شوط كانوا مرتاح برضه يعني فوز مرتاح؟ كان يعني اول بقى الشوط الثاني بعد ما نزلنا سخنين ان احنا خسرنا اول جيم ما ينفعش، فنزلنا خدنا سكور عالي قوي، خدناهم فرق سكور كبير، والثاني والثالث برضه خدناهم سكورات كويسه يعني. طب وماتش الصيد بقى كلمني عنه. ماتش الصيد احنا كنا خلاص اخر ماتش، فكلنا بقى كان ثلاث ماتشات ورا بعض، فجالنا اصابات في كان بعد ماتش الزمالك اللي هو في الفاينل ده، كله كان خلاص تعب، وكان اخر ماتش يعني. انا جالي شد في الاماميه ما كنتش عارف اقف. الكابتن كان بيقول دلوقتي. ومحمد ياسر برده جاله مشكله في ركبتينه، وحمزه وقع في الماتش صباعه يعتبر جزع كده. فكنا يعني كنا اتدمرنا بالظبط كده. طب خليني اجي لك برده يا حازم، يمكن انت لعبت منتخب مصر. انهي منتخب بقول لي؟ منتخب تحت 19. تحت 19 ما شاء الله. انت طولك كام يا حازم؟ 2 متر. 2 متر ما شاء الله، اللهم صل على النبي، ربنا يحفظك يا رب. ان شاء الله كده عايزينك 1 متر 10. انت بتلعب خمسه صح؟ بتلعب كام؟ مركز ايه؟ سنتر بلوك. سنتر بلوك مركز ثلاثه. انا اسف، مركز ثلاثه. خمسه ده في الباسكت، معلش كله دخل في بعضه، بس يعني الطوال عندكم في ثلاثه، الطوال في الباسكت في خمسه. طيب يعني المنتخب اللي انت لعبته كان سنك قد ايه معلش؟ انا 18. 18 احنا منتخب تحت 19 يعني. طب لعبتوا ايه؟ لعبنا كاس عالم في ايران. كنت بتشارك بصفه يعني أساسية. عملته مركز ايه؟ 12 على العالم. كام؟ 12؟ 12 بس ده حلو مش وحش. ما هو كان يعني كويس. كان جيلك في مين؟ احنا كمان كان في زياد اسامه، في علي وائل، حازم رشاد. لا كنا فرقه كويسه، بس احنا المشكله ان احنا ما تجهزناش قبل البتاع، كان قبل كانت بعد الثانويه على طول. كان بعد؟ انا كان عندي ثانويه عامه. فاحنا خلصنا ثانويه يوم 2/8، البطوله كانت في اول 9، فاحنا ما اتجهزناش خالص. ما فيش، انت اتخذت من ضل النار على طول. انت دلوقتي في جامعه ولا؟ احنا في جامعه. بتدرس ايه؟ في جامعه القاهره، كليه تجاره انجلش. ما شاء الله. صعبه، خلي بالك يا باشا، صعبه يا باشا. طب قول لي، طيب يعني نفس الكلام اللي وجهته لانس، انت حازم ايه يعني البطوله شايف اصعب ماتش ايه؟ مش لازم يعني يكون اصعب ماتش على الفرقه، اصعب ماتش ليك انت اللي انت كنت شايف ان انت محتاج تركز فيه. اصعب ماتش بالنسبه لي كان ماتش الصيد اللي هو اخر ماتش خالص، كان برضو انس وحمزه زي ما قال لك. كان فين؟ فين؟ كان في صاله مقاولين العرب، كان اخر ماتش في ماتش الكاس وماتش. كان بالنسبه لي ان انا برضو كنت قبل ما اجي هنا، قبل ما اجي النادي الاهلي، كنت بلعب في الصيد، كان ضغوطات. طبعا ضغوطات، غير ان انا لقيت ان فعلا الفرقه كلها اتصابت، مش حد في الملعب. هم كسبنا 3-1، كان ماتش صعب جدا. ماتش صعب. انت شايف ده كان ماتش اصعب ماتش بالنسبه لك؟ بالنسبه لي طيب خلينا مع الساده المشاهدين نروح لخبر يعني يمكن جانا دلوقتي، او صفحه الاتحاد المصري لكره السله اعلنته، وهو بخصوص الحكام، طاقم التحكيم اللي هيجي يحكم مباراه النهائي. يمكن انتوا عارفين ان احنا قلنا في الاستوديو التحليلي، الاستوديو التحليلي اللي فات، قلنا انه الحكام هتوديه طبعا من على صفحه الاتحاد المصري لكره السله، ان الطاقم الاجنبي هيتغير. فطبعا اعلن الاتحاد المصري لكره السله عن الحكام اللي هيحكموا المباراة القادمة. طبعا الحكم البولندي فيوتشيك ليسكا، ده الحكم اللي على اليمين، ده الحكم البولندي. الحكم اللي على الشمال حكم سلوفينيا، من سلوفينيا، بوريس كوريتش. وهيكون الثالث معاهم الحكم المصري كابتن سامح
ستيفانوس. خليني اقول لكم انه المدرسه السلفونيه والمدرسه البولنديه يمكن السلفونيه اكتر من المدارس اللي عندها منتخب قوي وعندها مدرسه قويه، يمكن اشهرهم على الاطلاق هو لوكا لاعب الانبيا المحترف. فاذا ده الطاقم التحكيم اللي هيحكم مباراه بكره الاهلي والاتحاد، وان شاء الله هنذاعها لحضراتكم بكره على الهواء، والاستوديو التحليلي كمان هيكون معاكم. فاذا هو ده الطاقم التحكيمي اللي حضراتكم شايفينهم اللي هيحكموا مباراه غدا. اذا الاتحاد المصري ما زال على نظامه وعلى السيستم اللي بيعمله، انه اثنين حكام اجانب وحكم مصري. نتمنى ان شاء الله سامح استفانوس، يمكن كابتن سامح له معنا ذكريات شويه يعني نتمنى ان شاء الله يكون موفق بكره زي ما كان كابتن محمد علو لما كان بيحكم امبارح، كان موفق الحقيقه. نرجع لحلقتنا ونرجع لضيوفنا. يمكن اجي لك يا انس، انت في سنه كام؟ انا ثالثه ثانوي. خلاص ده انت في المعمعه. طيب نفسك تخش ايه او تدرس ايه؟ ان شاء الله هندسه باذن الله. هندسه برضه؟ هو اللي بيقعد على الكرسي ده بيقول هندسه ولا ايه يا جماعه؟ لا، كل التوفيق ليك وانت قدها وقدود، وتستطيع ان شاء الله ان انت تخش. كل عنده امل، اللي عنده حلم او امل بيحققه. طب قول لي، انت عندك حد في العيله بيلعب طايره؟ لا، انا كانت يعتبر جدتي دكتوره فيرست تيم بنات، بس لعبت كانت بتلعب اعتقد زمان، بس زمان. بس يعني دي علاقتك بالفولي؟ دي علاقتي بالفولي، هي اللي يعني دخلتني الفولي، حببتني فيه، كنت بروح معاها وانا صغير فحبيت اللعبه. طب ليك اخوات اكبر منك لعبوا او حاجه؟ لا، انا عندي اثنين اصغر. طب بيلعبوا؟ بيلعبوا في النادي الاهلي، فريق 15 وفريق 11. يعني انتوا ما شاء الله 17 15 11، انتوا ظابطين الدنيا كلها. فكده ده باشا، ده احتلال كل بتاع، مش هنسيبكم، احنا قاعدين معاكم. طيب يعني خلينا نتكلم برضو عن مسك الاعلى، يعني ما ينفعش، انا لازم اسالك لان كل لاعب بيقعد معايا اكيد متارجت لاعب شايفه قدامه وانا عايز ابقى زيه، مين مسك الاعلى؟ انا بحب كابتن احمد سعيد طبعا، يعني بحب قوي اللعب بتاعه، لاعب كويس جدا ما شاء الله، جنبه عالي، ضرب من الخلف ده. وبحب برضه الامريكي المحترف اللي عندنا، بحبه من قبل ما يجي طبعا. جارت طبعا، ده لعيب اسطوره طبعا. يعني مثلا اعلى ليا هم الاثنين، ان شاء الله ابقى زيهم في يوم. او رحت تتفرج عليه في التمرين؟ في طبعا اول لما جه طبعا كله راح يتفرج عليه، مش انا لوحدي. لاعب جامد طبعا، لاعب كبير جدا، لاعب اولمبيات ولاعب كاس عالم، فما شاء الله عليه. صحيح. بس كويس انت متابع، كويس انت واخد بالك. طبعا لازم عارفين. برافو عليك. طب حازم، يمكن برضو نفس السؤال، مين ماسك الاعلى؟ الاول الميداليات اللي معاك دي، ميداليات دي جمهوريه؟ جمهوريه اللي احنا لسه واخدينها، اللي هي من الصيد. طب ليه ميداليتين بقى؟ هو ميداليتي انتوا الاثنين ولا واحد؟ دي ميداليه ودي ميداليه القاهره. دي القاهره ودي الجمهوريه. ما شاء الله. طيب مين ماسك الاعلى؟ كابتن حليم عبو طبعا. كابتن مين؟ حليم عبو. مش سامع. كابتن حليم عبو. كابتن حليم عبو. طبعا طبعا. طيب بتروح تتفرج عليه؟ اتكلمت معاه؟ انا روحت اتفرج عليه بس لسه ما قابلتوش شخصيا. يا باشا خش كده جامد وقول له يا كابتن انا بلعب وانت باشا للاعلى، وشوف هيقول لك ايه. بس خلي بالك، هو اداء رجولي، انت اداءك رجولي كده زيه في الملعب، يعني هو من نوع الحماس. بحاول والله اقلده في كل حاجه. بس انا حاسك هادي، حاسك هادي. لا، في الملعب مش هادي. لا مش هادي ولا ايه؟ قول الحقيقه. لا مش هادي. نار في الملعب. لا طبعا، الملعب كلنا بنولع نار بصراحه. طيب قول لي، يمكن من الحاجات اللي بتضايق اي لعيب وهو الاصابات، او يبقى عنده شد، او يبقى عنده حاجه، تعرضت لحاجه زي دي السنه دي؟ ايوه، الجزع في رباط صليبي الزمالك الكابتن. لا ده انا مش انا. اللي جالي كان التهاب تحت الغضروف اللي هو تحت الصامون. تحت الصامون. ده للاسف ان انا ما عرفتش الاقي علاج ليه، كنت رايح لدكاتره كانوا كل واحد يقول لي حاجه. فانا ما كنتش لاقي له علاج، كنت كل ما اجي اتعالج اجي انزل. طب خفيت ازاي؟ ما انا رحت لدكتور سامح بتاع الدرجه الاولى، دكتور سامح ظلام. طبعا فريق الدكتور. فهو قال لي ان انت عندك اسر في الخلفيه. فعملت استرتشات وعلاج طبيعي وكده، والحمد لله يعني نزلت. طب برافو. كانت الاصابه طولت. خدت قد ايه بقى في الاصابه دي؟ بالظبط 3 شهور. طبعا قبل ما طولت الدنيا يعني، قبل ما دورت. الدنيا سودت في وشك. حسيت ان خلاص فعلا ساعتها. لا يا عم ان شاء الله. اروح لدكتور كذا بس. مفيش حاجه ما بتخف. بس خاصة انتوا الفرقة السنة دي ما شاء الله، يعني اتروقت اصابات. اتروقتوا انتوا اصابات السنة دي. يعني شفتوا اللي ما شافوش حد مع كابتن نادي. طيب هنقول على طموحاتك، يعني انت نفسك توصل لايه؟ حابب تلعب فين؟ شايف نفسك تسافر ولا لا؟ خاصة انت بتدرس تجارة انجلش، فأكيد عندك لغة تأهلك ان ممكن تسافر. هتفكر في حاجة زي كده ولا عايز تكمل في مجالك؟ بس أنا مصنف يعني التارجت بتاعي، أو التارجت يعني إن شاء الله أنا أطلع الدرجة الأولى والعب واثبت نفسي، وبعد كده نبص للاحتراف. بس يعني انت كده هدفك الاول، يمكن زي محمد ياسر لما كان معانا من شويه، ان انت الفريق الاول، تعال تشارك فريق الاول. مرنت معاهم السنه دي؟
لا لسه ما حصل، لان الاصابه برضو جت في الاول من الموسم، فعشان كده لا. بس كابتن محمد مصطفى حميدو بعد ما شاف الحلقه دي هيجيبك تتمرن ان شاء الله. يا رب هيبقى وشنا حلو عليك. يا رب ان شاء الله. طب وانت قول لي برضو نفس الكلام بالنسبه لك يا انس، انت باصص يعني لطموحاتك ايه؟ حابب تعمل ايه؟ طبعا اي واحد بيلعب في الاهلي طبعا حلمه ان هو في الاول يلعب درجه اولى، يلعب مع اللعيبه الكبيره دي كلها، وبعد كده بقى يبص الاحتراف، يسافر يدرس بره. بس طبعا اول حاجه ان انا اطلع العب ان شاء الله مع الدرجه الاولى يعني ان شاء الله. طب قول لي انت يعني لو جه السنه اللي هتطلع فيها الفريق الاول، في لعيبه كتيره جدا كابتن محمد مصطفى حميدو رجعهم واداهم اعارات ورجعوا وكانوا وشايفهم لعيبه كويسه، وبعد كده رجعوا تاني زي يوسف مرجان وغيره وغيره، لعبوا بره وادوا اداء كويس ورجعوا الفريق. بالظبط. لو تعرضت لموقف زي ده بالنسبه لك الدنيا هتبقى ايه؟ هل انت طبعا هشتغل لان انا يعني زي ما قلت لحضرتك ان انا حلمي ان انا ارجع افضل مكمل في مع النادي الاهلي، فطبعا هطلع بره اشتغل على نفسي والعب يعني العب اداء جامد عشان ارجع زي اللي راحوا ما رجعوا تاني. صحيح. يعني قصدي اقول لك انه في النادي الاهلي في سيستم معين. بالظبط. وهو انه الفريق الاول ممكن يكون ممتلئ بالنجوم او ممتلئ بلعيبه كويسه. بالزبط. فممكن تطلع اعاره يطلع ترجع. ياخدوا خبره ويلعبوا ماتشات اكتر عشان مش هيعرفوا ياخدوا الفرصه دي وهم مع الدرجه الاولى في الاهلي، عشان فريق كبير و مثبت على تشكيل، فيطلعوا بره ياخدوا خبره ويرجعوا تاني. برافو عليك، برافو عليك. طب قول لي يعني نفس الكلام بالنسبه لك يا حازم، يعني اكيد انت بتلاقي في يعني اكيد معوقات في حياتك، يعني ممكن تقابلك حاجه تضايقك، ممكن حاجه الدراسه تبقى شديده عليك، شايف حاجه ممكن تعطلك عن الفولي بول. الرقم واحد عندك ايه؟ الفولي بول ولا ممكن حاجه تعطلك؟ لا الفولي بصراحه. يعني تحب الفولي قوي؟ انا شايف نفسي مستقبل يعني ان شاء الله في الفولي. واحنا شايفينك مستقبل على فكره، شايفينك ان شاء الله كادر يعني ما شاء الله. انت وانس الحقيقه شايفينكم كوادر، ومحمد ياسر الحقيقه فرقه كبيره. طب انت تصعدت مع 19 ولعبت ولا لا؟ ما هو للاسف ال 19 كان ليهم تصعيدتين بس، ما ينفعش ثلاثه. فطلع محمد ياسر ومحمد ياسر وحمزه الصافي. لو في ثلاثه كنت هتبقى انت ان شاء الله. ما شاء الله ان شاء الله تطلع، ان شاء الله تصعد درجه اولى باذن الله. وبشر حلو عليك باذن الله. يا رب ان شاء الله. الحقيقه انا سعيد جدا بيكم انتوا مجموعه شباب الحقيقه رائعين والله يا جماعه، وانا ببقى سعيد جدا لما بيكون معايا حد من الفولي بول او لعيبه من الفولي بول او من اسره الفولي بول بشكل عام، لانه الحقيقه ليكوا شكل ووضع تاني خالص. انس انا بشكرك شكرا جزيلا. بشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا على الكلام. انت اللي بطل واحنا بنشكرك على شكرا طبعا جزيلا. الاداء والبطوله. بشكرك يا حازم واتمنى لك كل التوفيق. خلي بالك من نفسك يا رب ان شاء الله. اعزائي المشاهدين دي كانت حلقتنا النهارده، جبنا لحضراتكم ابطال الجمهوريه وابطال المنطقه بالطبع 17 سنه للكره الطائره. حقيقه حلقات كره الطائره بتبقى في حته تانيه. بشكركم شكرا جزيلا لحسن المتابعه، وانتظرونا في حلقه جديده مع الابطال.